طبعا موهبتها كبيرة، موهبتها بينت من أعمال صغيرة أدتها. عتب كتير كبير على اللبناني يلي مهتم ببنت بلده، لأنه نحن منفتقد لكتير من المواهب الكاملة المتكاملة. كمان بينطبق عليها أنه الشكل والجمال ليس وحده الباسبور للنجاحات، إنما الثقافة، الصوت الحلو، الموهبة الكاملة وثقلة من خلال الدراسة يلي هي كلهم أدتهم، وهي جاهزة لأنه تكون بالفعل نجمة المستقبل الأولى. أنا بدي وجه لك محبتي وتحيتي وأعجابي فيك يلي هو مش من اليوم، من مبارح، من قبل وقت ما غنيتي يا طير، اللي هي طبعا أغنية للسيدة فيروز، وغنيتيها بطريقتك الخاصة بشكل كتير رائع، كنت اسمعها بكل الوقت. تاليا صباح الخير. صباح النور. ثانك يو، خجلتني صراحه. ثانك يو سو ماتش جدا. تاليا، طبعا انت حكينا امبارح، حكينا لاول مره بنحكي سوا، انه قديش موهبتك حقيقيه وصحيحه، ولكن دائما في عقبات بتوقف بوجه الفنان لانه ما يتقدم وما يصير، وبيلجا ساعتها للبلد الاخر، وهذا الدليل اليوم ما قدرت تكوني معنا بالاستوديو لانه حضرتك موجوده بمصر. صح. شو عم تعملي بمصر؟ مزبوط. هلا انا اكيد كنت بفضل اني ابتدي من بلدي. نعم. وجربت كثير، بس للاسف اللي كان عم بيصير دائما عم باخرني عم باخرني. فانا من الناس اللي بفضل اني ما احط ايدي على خدي وانطر حدا. فقررت اني اعمل هالشيء بنفسي، وهلا انا بمصر يلي ماني حاسه حالي ابدا غريبه فيها. نعم. بس انا موجوده هون لحتى اعمل، اقدر الاقي الاغاني اللي انا بديها، اقدر الاقي الستيل اللي انا عم دور عليه. نعم. وارجع على بلدي، يعني انا ماني هون، ما هاجرت. نعم. طب موهبه، نعم، موهبه ملفته مثلك، يعني ما لفتت الانتاج اللبناني الموسيقي الفني، ولا صار في مشاكل معينه؟ بلا، اكيد كان في بعض العروضات. نعم. بس كان في بعض الاشياء اللي الشروط شوي الاحتكارية على بعض الأشياء اللي ما كثير بتناسبني. نعم. احتكارية من أي نوع؟ فينا نوضح. يمكن أنا شوي ذوقي، يمكن أنا شوي ذوقي مش صعب، بس عندي أشياء معينة أنا بدي أقدمها. نعم. وبحب أكون حرة بالأشياء اللي أنا عم بختارها. نعم. وكمان الظروف اللي صارت يعني ما بتشجع كثير الناس وشركات الإنتاج إنها. نعم. بس عفوا، انا ما يمكن ما وصل المسج كنت عم بتوصليه. هلا بمصر عم تحضري لعمل رح نشوفه قريبا ان شاء الله؟ اكثر من عمل. اكثر من عمل على صعيد الفني ولا على صعيد التمثيلي؟ لا، على صعيد الفني مبدئيا. مبدئيا الى انه بالتمثيل، سو عم حضر حالي. نعم. يمكن. نعم. طيب، ما بظل ظروف الكورونا وبظل ظروف الثورة وبظل ظروف اللي صار للأسف معنا بأربع آب، وحضرتك لبنانية من أب لبناني وأم جزائرية، وطبعا أنت مواطنة لبنانية، هل برأيك فنيا تأثرتي بلبنان من خلال هالظروف هيدي ولا ما لها علاقة؟ تأثرتي من وراء الظروف اللي صارت بلبنان، من وراء الكورونا، من وراء الانفجار اللي صار بأربع آب والثورة؟ نعم. أكيد أنا كنت بدي أبتدي بإني أحقق حلمي وأقدم اللي بدي أقدمه من أيام الثورة، يعني كل ما كنت بدي أقدم وقلت إنه يلا خلاص وهلأ رح بلش. نعم. يصير شيء بلبنان. نعم. وأكيد هذا الشيء عم بأثر على نفسيتي وعلى كثير أشياء، وعلى أهلي وعلى فبس. فبالآخر بدي يعني لاقي حل، بدي لاقي طريقة إني أتحرك. نعم. مثل كثير ناس، بس اكيد مني مبسوطه اني مش عم بلش من بلدي، يعني خاصه لبنان. طب تاليا، انت وين بلشتي؟ من وين بلشتي؟ كيف طلعت تاليا وشفناها نحن قدامنا على يوتيوب؟ اوكي، انا صار لي زمان بدور على لون معين غني، بدور على الغنيه اللي بدي اياها. نعم. وانا حابه اقدم لون جديد، حابه اقدم ميوزك جديده، مواضيع جديده، وصراحه ما لقيتها، ولانه عندي هالشغف بدي غني ومش قادره انطر، فاخترت الاغاني اللي انا بحبها. نعم. وقررت اني اقدمها بطريقه بسيطه، وهيدا اللي صار، وتعاونت مع جان ماري الياشي. صحيح. وكان عنده هو نفس الفكره لالي، وقدرنا نعمل. نعم. يعني ليه ما استمر التعاون مع جون ماري؟ يعني جون ماري بيشتغل بشكل صح، هل صار في خلاف او على افترقتوا على صداقه؟ لا ابدا ما في خلاف، بعدني مسجله عنده قبل ما اجي لهون 2 كفر. نعم. جديد رح ينزلوا ان شاء الله. نعم. بالعكس
أنا بشكره كثير والميوزك اللي عملتيها رائعة. نعم نعم، يعني تركتي بصمة كبيرة بالفعل باللي أديتي. فينا قبل ما نكمل حديثنا هيك نسمع شيء ولا صعبة؟ هلأ إيه؟ أوكي شو من اختيارك. هلأ أنا إذا بدي أقول لك ما بعرف إذا بتتغنى معك هلأ يعني يا طير. أنا كتير يا طير كثير بحبها. أوكي رح أجرب بعدني واعي. يا طير يا طير على طرف الدنيا لو فيك تحكي للحبايب شو بيني يا طير يا طير روح اسألن علي واديك مش مجروح بجروح الهوى شو بينفعه موجوع ما بيقول اللي بيوجعه وتعني عباد ليالي والداني يا الدنيا لو فيك تحكي للحبايب شو بيني يا طير يا طير. طيب شو بده يحكي الواحد بعد ما يسمع هالصوت الرائع؟ إذا هيك صوتك مش فاتح، إذا هيك وحدك عم تغني وبعدك واعي، نحن قبلانين نضلك تغني بس توعي وقبل ما تنامي وكل الوقت صراحة يعني يعني في كاريزما بصوتك بتشد المستمع والمشاهد كمان كتير حلوين. ليش مصر؟ هل هي أكثر بلد يعني ممكن تطلق فنان بحاجة لأنه ينتشر أكثر؟ هي الفكرة بالنسبة لي مش هيك. نعم. هي الفكرة إنه أول شيء أنا تربيت على الأغاني اللبنانية وعلى الأغاني الجزائرية وعلى الأغاني المصرية بشكل كبير، فأنا متأثرة فيها. نعم. وبحس إني بقدر أقدم شيء بهيدا النوع من الإحساس. بلس إنه مصر يعني أنا بس إجا على مصر بحس في الفايبس الفن حلوة، في إنرجي، في إحساس فني رائع. بحس اني بقدر اعطي شيء من خلال هيدا البلد. نعم. فبلحق احساسي وحسيت اني بقدر اعمل شيء هون. يعني أغنية الجنريك بهند خانم غنيتيها ورح نسمعها تقريبا بكل حلقة بالبداية وبالنهاية بالجنريك، يعني قديش أغنية شارة لمسلسل ممكن تخدم فنان أو الصوت ممكن يخدم المسلسل؟ هلأ اي غنية ان كانت جينيريك او غير جينيريك اذا طالعة من احساس صادق واذا اختار الفنان وحس انه قادر يقدم فيها شيء راح توصل بغض النظر ان كانت جينيريك او غير جينيريك. وانا هيدا الغنية مع انه ذوقي صعب بس اول شيء تانجو ستيل وهيدا قريب مني، ثاني شيء الكلام حلو صحيح وبيعطي قوة وبيعطي تفاؤل، وانا هيدا اكثر شيء بحب المواضيع اللي بحب اتناولها او راح اتناولها. ومسيو مروان حداد يعني صديقي من زمان وكنت حابه اني اتعاون معه، فبس عملتها للغنية بساعة، يعني هيدي هي النقطة. انا ما معوداك، انا عادة بحضر وبسمع الغنية كذا مرة. نعم. فعملتها بساعة ان شاء الله تكون يعني نالت الاعجاب، ان شاء الله اكون قدرت قدمتها بشكل حلو. وهيك تاليا في عروض تمثيليه رح نشوفك دراميه مع انه ذكرتي في صداقه بينك وبين المنتج مروان حداد او غيره. نعم. ايه بس معذبته لمسيو مروان لانه صار عارض علي اكثر من شغله دائما بنقنق ودائما ايه ولا ايه ولا ايه ولا. نعم. هلا صرت اخذ قراري بالموضوع واخذت اكثر من كور. نعم. بس بالنهاية لما بدي أقدم شيء بده يكون عن جد أنا حاسة إني قادرة أعطي شيء فيه، مش لمجرد بس إني مثل. نعم. بس أكيد عندي الرغبة وحاسة عندي شيء أعطيه بهيدا المجال. نعم. إن شاء الله. تاليا في يكون طميع؟ معلش. شو بدك؟ يعني حلو بعد نسمع شيء من اختيارك أنت اللي بتلاقيه مناسب.
لا بدك تقلي شو لا سيدي فيروز ساعدني. انت غنيتي اغنيه تاني كمان لذكرى. لذكرى. طيب اوكي. يا سيدني في حير ونار ليل ونهار بحلم بلقاك، عذبني الشوق وتعب ومش هرتاح غير وانا وياك. يا سيدني في حيرة ونار ليل ونهار بحلم بلقاك، عذبني الشوق والتعب ومش هرتاح غير وانا وياك. أبهواك أنا وبدوب أنا بهواك أنا وبدوب أنا واليوم بيعد عليا السنة، وبدوب أنا عشانك عمري عمري أنا. بهواك أنا وبدوب أنا واليوم بيعد عليا السنة. الله، ترسم الابتسامة على الوجه من دون ما نشعر يا تاليا. تاليا أنا طبعا أنت فنانة ومحترفة وكل شيء موجود وكل المقومات الفنانة موجودة والنجومية موجودة عندك، بس أنا بدي أتنبأ لك بمستقبل مليء بالنجاحات، وأنا أكيد بهالموضوع لأنك بتستاهلي وبعبر لك عن محبتي الكبيرة لك، وإن شاء الله كل يد تمد لك تكون مزبوطة وصحيحة وحقيقية بدون مصالح. كلك ذوق جوزيف، ميرسي. وأنا كثير انبسطت إنه أنت بالذات استضفتني، وشكرا للجديد وثانك يو. تاليا رح نسمعك اذا باغنيه الجينيريك، ما بعرف اذا جاهزه عندنا نسمعها، ما بعرف اذا عندنا وقت نسمعها، موجوده عندكم بالكنترول روم او لا؟ مش موجوده، بس انه عم نشوفها خلال الدعايات. اغنيه جينيريك هند خانم، مسلسل يلي رح بيكون الاسبوع الجاي اول حلقاته على قناه الجديد. الاغنيه من غناء طبعا الفنانه تاليا، حبينا نعرف عليها اكثر واكثر. تاليا بس ترجعي على لبنان، انا بدي اياكي بالاستوديو معنا لنعمل حلقه غير شكل. وعد وعد. أكيد. Good luck. Stay safe من كورونا طبعا بالقاهرة، وشوفك قريبا. باي باي. إلى اللقاء. باي باي. Thank you.